نظم عدد من موظفي مديريات التربية في الكرخ والرصافة تظاهرة أمام مبنى محافظة بغداد للمطالبة بأمور عدة، وطلب الموظفون بإطلاق العلاوات والترفيعات الخاصة بهم من تأريخ الاستحقاق وبأثر رجعي، وإنهاء تأخر صرف رواتبهم الشهرية واحتساب خدمة المحاضرين المجانيين، كما طالبوا بفك الارتباط بمحافظة بغداد وإرجاع الصلاحيات إلى وزارة التربية، فضلا عن إصدار هويات رسمية للموظفين وإعادة بناء المدارس المهدمة في مدينة الصدر. طالب ببناء المدارس التي هدمت منذ سنوات، ولحد الآن أصبحت هذه المدارس مكب للنفايات للأسف الشديد. أربعة، قانون حماية المعلمين، قانون تطبيق قانون حماية المعلمين أسوة بالأطباء. خمسة، إطلاق الرواتب بموعدها المحدد ودون تأخير، كونها مكسبنا الوحيد ورزق عوائلنا. يجب أن يفك الارتباط من محافظة بغداد وترجع إلى وزارة التربية، لأنه الرواتب مالتنا خاصة وزارة التربية يعني باستمرار تتأخر أكثر من أسبوع يعني مقارنة لبقية الوزارات. إصدار هويات للمعلمين، يعني معلم يمشي بدون هوية، معلم صار أربع سنوات أو خمسة بدون يعني هوية، فصعوبة يعني بها، ويجب أن تكون هويات موحدة، ولا مو أنا ما أقصد هوية نقابة المعلمين، هوية وزارية مثل ما كنا بالسابق يعني كنا موجودة على يعني موحدة لكافة الموظفين من ضمنهم هم المعلمين والمدرسين. 4/8/2021 موظفي مديريات التربية في بغداد الكرخ والرصافة اليوم في هذه التظاهرة الحاشدة أمام مبنى محافظة بغداد للمطالبة بعدة أمور مهمة لجميع الكوادر التدريسية وموظفي وزارة التربية بل والتعليم كذلك. من ضمن هذه الأمور هي إنهاء مهزلة تأخر الرواتب، كل 33 يوم أو 35 يوم بدأت تصرف رواتب موظفي وزارة التربية، والكل يعرف مدى المعاناة ومدى الظلم ومدى الحيف بسلم رواتب موظفي وزارة التربية.